التناغم مع الذات، الانسجام مع الذات. إذا واحد لا يعاني تناقضاً بينه وبين داخله، بينه وبين وجدانه، هذا الفرد يعيش سعيداً في هذه الحياة. ولكن إذا واحد يعيش تناقض مع ذاته، يعيش تناقض مع وجدانه، يعيش تناقض مع ضميره، هذا التناقض من أهم عوامل شقاء البشر. لأن إذا واحد يعاني تناقض خارجي ولكن لا يعاني تناقضاً داخلياً، منسجم مع ذاته، متناغم مع ذاته، يفر من التناقض الخارجي إلى الانسجام الداخلي. واحد المجتمع ضده، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المجتمع في بدايته قام ضده. المجتمع قد يقوم ضد واحد لأنه لا يفهم ذلك الواحد، هذا يعاني تناقض خارجي. لكن إذا هو منسجم مع ذاته، هذا الانسجام مع الذات يعوض عن ذلك التناقض الخارجي. أما إذا واحد تناقض مع ذاته، اختلف مع ذاته، عاش التناقض بين الأنا الأعلى والأنا الأسفل كما يعبرون، هذا وين يفر؟ ما إلى مفر. هذا التناقض يقتل الفرد، يقتله قتلاً.